خفيف في مكان قافل علي باب بيخفي يومي يفتح تاني أسرار بنداري عنها عنين وكل واحد لأسباب ويقول يا ريت لو تنسى سلام. ايه عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. عديت شفت البيبي تحت؟ اه طبعا زي القمر. خدي بقى يا ستي. ايه ده؟ دي شهاده ميلاد ابنك. وانت ازاي ما تاخدش رايي قبل ما تختار له الاسم؟ لا ما انا سميته اسم متاكد ان انت عمرك ما هتعتدي عليه. بص الاسم كده، خالد حازم هندي. انا عارفه انت كنت بتحب خالد قد ايه. كنت انا طول عمري بحب اخويا، عمري ما هبطل احب. امسكي بقى سيدي. انت كمان دي هديه تانية بس دي ليكي انت لوحدك. لا
حلو قوي بجد. ميرسي مبروك عليك يا حبيبي. ميرسي. في حاجة أخيرة بقى. ايه تاني؟ ده كترت النهارده. بعد بتاع الفيلا هتكتبيه باسم ابنك زي ما اتفقنا. طب واحنا يعني مستعجلين ليه؟ مستعجلين؟ المفروض تبقي مبسوطة وعايزة تعملي كده أصلا. ايوه ماشي، يعني لما اطلع من المستشفى ليه مستعجل قوي كده؟ معلش خلينا نخلص بقى. ممتع. ماشي يا حبيبتي، أنا هسيبك شوية بقى وأرجع لك تاني، عندي شوية شغل بس. خلي بالك من نفسك. آه صحيح، فكرتيني. طبعا. شفت بعينك أمك وهي بتقتل عمك، كان طبيعي تطلع زيها. ايه يا ابني؟ يا ابني ليه انا مالي وشي؟ انت مالك داخل سخن كده؟ طب اقعد اشرب حاجه الاول. سعاد تشرب ايه؟ ممكن شاي. هتلاقي اتنين شاي بس. بقول لك يا اشرف، خيالك لازم يطلق أمي بأسرع وقت ممكن. أنا عايز أخلص من قصة الزبالة دي. طب بذمتك دي ظروف أكلم فيها خالي في موضوع زي ده؟ ماليش دعوة بالظروف، أنا ماليش في الحنية بتاعتك دي. لازم يطلقها يا إما مش هيحصل كويس. هتبطل بقى يا ابني فنجرة البق دي. مش فنجرة بق، أنا سايبه بس عشان خيالك على فكرة. حاضر يا حازم، هتكلم معاه. ماشي. في موضوع تاني كده كنت عايز اسألك عليه. خير يا سيدي، ايه تاني؟ هي فعلا أروى طلبت من ماما جزء من راسها؟ بصراحة ما اعرفش حاجة عن ماما. يعني ما تعرفش؟ وانت مش جوزها ولا ايه؟ عموما لو ماما هتعمل كده يبقى لازم توزع الميراث على الاخوات بالتساوي. ايه ما مش هيحصل كويس. ليه بقى ان شاء الله؟ ناوي على ايه المرة دي؟ أعجل على فريدة الجبال. Thank you.
ازيك يا حضرة الافوكاتو؟ انت عايز ايه؟ اخبارك ايه يا عمي؟ هو مش اللي بيتجوز امي بيتقال له عمي برضه ولا ايه؟ انت عايز مني ايه؟ مفيش، انا عايزك تمديلي على كام ورقة. ورق ايه اللي انت عايزني امديلي؟ اخلص وامضي عشان تروح، ولا مش عايز تروح؟ مستحيل امضي على اوراق معرفش فيها ايه. اقول لك ايه، انت هتبيع لنفسك املاك الست الواد، وبعد كده هتبيعها لي. دي اتجننت ولا ايه؟ طب ليه الغلط ده؟ ما تخلينيش اخلي بركوت تعمل معاك الصح. ده ايه يا اخي؟ انت ازاي وصلت للاجرام ده؟ المفروض انك متربي ومنهاش من عيله كبيره، المفروض انك صاحب شركه كبيره. انت ايه مش خايف على سمعتك؟ ازاي تسمح لنفسك تتعامل مع واحد مجرم زي بركوت ده؟ ازاي؟ في ايه يا حضره الافوكاتو؟ ليه الغلط ده؟ انا ممكن اعمل معاك الصح وازعلك جامد قوي. انا يا بركوت حقك عليا معلش. راجل كبير اعتبره زي ابوك برضه. اعتبره زي ابوك؟ انت ما تقول الكلام ده لنفسك. معقول اخلاقك توصل بيك للدرجه دي؟ عيب عيب يا اخي. قولش كلمتين دول لابنك ليه؟ ها؟ معقولة؟ ابن أكبر محامي في مصر يبقى تاجر مخدرات؟ مش كده وبس، ده يروح يسرق أبوه ويسرق منه أوراقه ويساوم عليه. حصل ولا ما حصلش؟ ما ترد؟ طب يا أخي أنا كنت بعمل كده علشان شرفي. شرف إيه؟ شرف إيه اللي أنت بتتكلم عليه؟ يا ابني انا كنت بتجوز الست والدتك، كنت بتجوزها، ما كناش بنعمل حاجه غلط. لا غلط. ايه الاخبار؟ الورق جاهز؟ جاهز. المهم انت الفلوس جاهزه؟ عندك في الشنطه. Oh.
الو البوليس. يا فندم انا حضرتك، انا بس رجعت بيتي فلقيت بنتي بتقول لي انه كان في صوت ضرب نار في الشقه اللي تحتينا. يا فندم ادي حضرتك العنوان. 12 شارع احمد مصطفى المقطم، الدور الارضي شقه واحد. شكرا. الحمد لله على السلامة يا حازم. كفارة. كفارة ايه يا ابني؟ انت حاسسني كنت مسجون. انا مستغربك قوي يا حازم صراحة، يعني ايه جرى اللي جرى وما تبلغش حد فينا؟ يا ابني وانت مالكش اهل. اما اهلي هو بلغ ايه وبتاع ايه؟ كنت مشارك واحد وطلع نصاب، يعني انا ساق سليم. ماليش ذنب بقى ان عدنان ده تاجر مخدرات وزبالة. يعني بكل صياعتك دي ومش عارف تنقي الناس اللي بتشاركهم، يا اخي استنضفهم حد. ماشي يا حبيبي استنضفهم سوق بس. وانت من امتى بتهتم اننا نعمل عيد ميلاد لخالد؟ وفي ايه؟ هو خالد ده مش اخويا؟ وبعدين اعتبريني بصالحه يا ست على الحاجات الوحشه اللي عملتها لي. مشكله بتصالحه؟ ولا عايز تبيني قدام الناس اني ما يهمنيش موت ابن رياض؟ لا انت دماغك راحت بعيد قوي. لا بالعكس بقى، ده انا اكتر واحده فاهمك كويس قوي. طب بصي بقى يا ماما، بعد الغلطة الكبيرة قوي اللي حضرتك عملتيها دي ما ينفعش تعيشي بدور الأم المثالية. اتكلم معايا كويس يا ولد، ما تنساش نفسك وانت بتتكلم معايا. أنا اللي نسيت نفسي؟ أنا اللي نسيت نفسي لما رحت اتجوزت من ورا أولادي وفتحتهم؟ أنا اللي نسيت نفسي لما حاولت أهدم الإمبراطورية اللي أبويا عملها لينا كلنا؟ أنا اللي نسيت نفسي لما حاولت أهدم اسم العيلة واسم الشركة؟ مين اللي نسي نفسه؟ لا اوعى تفتكر انك ماسك عليا غلطه وعاوز تخلص القديم والجديد مني. طب بلاش ست القديم، لان انا ما بفكرش فيه حتى بيني وبين نفسي. قصدك ايه؟ لا ولا حاجه، ما تشغليش بالك. لا لا انا عايز افهم ايه هو القديم. بلاش بلاش يا ماما نجيب سيرة القديم، خلينا في الجديد احسن. انت عايز مني ايه؟ عايز تجنني؟ عايز تفهمني ان انا مجرمه وان طول حياتي ما عملتش حاجه كويسه؟ انا ابنك على فكره، وانت طول عمرك مربياني ان مصالحنا واحده واحنا الاتنين في مركب واحد، بس للاسف بقى انت اللي كسرتي كل ده ورحتي اتجوزتي واحد مش من مقامك. انت فاكر ايه؟ فاكر انك كسرت عيني؟ لا انا فريده الجبالي، فريده الجبالي اللي محدش يقدر يكسر عينها، لا انت ولا غيرك. انا ما عملتش حاجه عيب ولا حرام. جايز تكوني ما عملتيش حاجه حرام، بس الاكيد انك عملتي حاجة عيب. طب ايه؟ هتفضل تتفرج عليها كده كتير ولا ايه؟ انا عايز اسألك سؤال محيرني. لما يظهر في حياتنا حد كل هدفه انه يدمر العيله كلها وكلنا نبقى بنلف حوالين نفسنا عشان نعرف الحد ده او دي يطلع مين، وانت ولا على بالك. هو قصدك على ريد روز؟ وانت عايزني بقى اعمل ايه؟ انزل ادور عليها في الشارع
ولا اعمل لها اعلان في الجرايد؟ جرايد يا حازم؟ ده انا اكتر واحد حظك وفهمك. عايز تفهمني ان موضوع ريد روز ده مش فارق معاك؟ لا هيجنني وفارق معايا. بس بصراحة بقى مش فارق معايا قوي عشان عندي حاجة أهم. أهم؟ أهم من حد عايز يدمر عيلتك كلها؟ أنت إيه اللي حصل لك يا حازم؟ إيه اللي غيرك بالشكل ده؟ ياه. وأنت لسه فاكر تسأل دلوقتي؟ متأخر قوي السؤال ده يا أخويا. مفيش حاجة اسمها متأخر بين الإخوات. لا في، بس انت اللي مش واخد بالك. زي ايه؟ زي جوازك من فاطمه؟ اوعى تكون فاهم ان انا مش عارف انت اتجوزتها ليه؟ ايه ده وانت عارف؟ طب ما تقول لي. اقول انت عارف كويس قوي العداوه اللي بين ماما وسهيله وام فاطمه. وعارف كمان ان مفيش اي حد في عيلتنا بيطيق فاطمه. انت نفسك ما بتطقش تسمع اسمها. فقلت دي احسن حد ادخله البيت عشان تعتمد على كل اللي فيه وكله يتلهي في العكننه وانا اعمل اللي انا عايزه. دلوقتي يا جماعة احنا بقالنا أكتر من 10 أيام خالد ملوش أي أثر. النهاردة كلموني وقالوا لي لازم أستلم جثة خالي بكرة. طبعًا لازم أرجع مصر عشان إجراءات الدفن والعزاء. أنا بصراحة شايف إن قعدتنا هنا ما عادش ليها أي لازمة. مش هرجع مصر يا أشرف إلا معايا خالد. إيه اللي أنتِ بتقوليه ده؟ وبعدين خالد لو كان مخطوف فعلًا ما كان زمان اللي خاطفينه تطبيق فدية ولا كانت حصلت أي حاجة يعني خلاص اختفى كده مش فاهم. بص يا ملك، أنت من النهاردة بقيتي مسؤولة مني. كان لازم ترجعي معايا على مصر. وبعدين لو عرفنا أي حاجة عن خالد ولا ظهرت لنا أي حاجة ساعة بالطيارة هنكون هنا. يعني وجودك دلوقتي ملوش أي لازمة. مش هرجع مصر يا حازم إلا ما ألاقي خالد ويرجع معايا. حتى لو قلت لي في النمو اتشلت؟ هي دي الحقيقه يا ملك. بس احنا ما كناش عايزين نقول لك عشان مش وقته. ملك، ماما قالت لي ما ارجعش من غيرك. قالت لي انها محتاجاكي قوي. على العموم انا مبسوط بالقعده دي قوي وحاسس ان انا لو كنت انت قريب مني من زمان كان ممكن زمان انا والبنت دي اتجوزنا. بس خلاص بقى كل حاجة حلوة بتعدي بتخلص بسرعة. كلها ملك من النهاردة جنبك. لو عوزت اي حاجة في الدنيا يوسف انا هعملها لك. تعرف حازم انا حاسس بيه دلوقتي. انا حاسس اللي قاعد قدامي خالد. خالد وحشنا يا حازم. خالد بالنسبة لي ما كانش أخويا بس. خالد ده بالنسبة لي كان أبويا أخويا وأقرب حد ليا. خالد كان بيحس بيا من غير ما أشكيله من غير ما أحكيله من غير ما أقول له أي حاجة. قال لي حاسس بيا وحاسس إن أنا موجوع ومتضايق.
كل ما افتكر بالليل لما كنت برجع وانا متدهول على عيني مش حاسس بالمسؤوليه، ابيها سهران وشايف قدامي وليه قاعد مستنيني وقاعد ينصحني، انا كنت باخد كلامه واسمع من هنا واطلع من الناحيه التانيه، كل يوم اعمل اللي بعمله زي ما هو. دلوقتي بندم على كل كلمه قالها لي ما كنتش بسمعها، بس انا دلوقتي مبسوط عشان حاسس ان انت بقيت زي خالد بالظبط وهتبقى قريب مني ومش هتسيبني. بس انا مش خالد يا موسى، ولا عمري هبقى خالد. عارف ليه؟ انت ليه بتقول كده؟ عشان انا عمري ما اجي على حق اخواتي. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ وانت عارف ان خالد قبل ما يموت ماما كتبت كل حاجه باسمه، عارف ده معناه ايه؟ ان كل حاجه عندنا، البيوت الشركات وكل شيء عملناه اللي تعبت فيه بنفسي بقى بتاع مالك وابن عمي لسه ما جاش. فهمت ليه انا ما ينفعش اروح؟ مالك خايف وبتترعش كده ليه؟ ما خفتش ليه يوم ما قتلت عمرو ابني؟ فاكر عمرو ولا نسيته؟ قتلته عشان عايز تنتقم منه. عارف المكان اللي احنا فيه ده اسمه ايه؟ اسمه وادي الموت. وادي الموت يا دكتور. عشرة! خلص عليه! ما فيهاش اختلافات النظرنا ونصيبنا.
ما نعيش على ذكريات ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات مكانش نفسه يفضل قدام عينيه مين فينا حبه ضاعش مش ندمان عليه مين فينا مكانش نفسه يفضل قدام عينيه ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات إن قدرنا ونصيبنا نعيش على ذكريات